أهلا بكم إلى عدد جديد مباشر من حصاد 24. بعد الخلاف المغربي التونسي على خلفية الاستقبال الرسمي الذي حظي به أمين عام جبهة البوليزاريو الانفصالية من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد، هل زاغت الدبلوماسية التونسية عن ثوابت سياستها الخارجية القائمة بالأساس على التقيد بالشرعية الدولية، أم هي مجرد لخبطة بروتوكولية؟ لماذا فشل المغرب في احتواء الخلاف؟ وهل عرت الحادثة الأخيرة جفاء كبيرا في علاقة البلدين من مدة؟ من مرة السلطة في تونس في مشكل دبلوماسي مع الدولة شقيقة هي في غنى عنها؟ رعونة الشعبوية أم أجنحة داخل السلطة تدفع بالأزمة السياسية والدبلوماسية إلى أقصاها؟ قراءة موضوعية في التطور الخطير والخطر الحقيقة في الخلاف الدبلوماسي بين البلدين الشقيقين، وكلنا وعي تام بأن مصلحة الشعبين التونسي والمغربي واحدة ولا تنفصل، ووعينا المغربي والعربي يحتم علينا عدم الانزلاق في التجاذب الإعلامي الذي لن يفيد كلا البلدين، ونعول على النخب الواعية في الإسراع والمبادرة برتق هذا الفتق الدبلوماسي بالسرعة المطلوبة. نناقش خطأ الساسة، لا نعمق الفرقة الإعلامية الدبلوماسية، ولذلك اخترنا لكما أو لكم ضيفين عزيزين لمناقشة الأمر من مدينة الرباط المغربية، الدكتور عبد العالي حامي الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة الرباط. دكتور عبد العالي مساء النور، أنا وسهلا. مساء الخير، مرحبا. يا مرحبا. وضيفنا الثاني من باريس السفير السابق والكاتب والصحفي المخضرم الدكتور أحمد الخديدي. دكتور أهلا وسهلا. أهلا وسهلا حسين، يا مرحبا. يا مرحبا بكم. إذن تقرير افتتاح سريع وعودة سريعة للنقاش مع ضيفي عبر تقنية سكايب من باريس ومن الرباط. يلا. يبدو أن الخطأ الدبلوماسي الذي قام به قيس سعيد باستقبال زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي قد أثار حفيظة المغرب وعمق أزمة جديدة تونس في غنى عنها، سيما أن البلاد غارقة في أزمة اقتصادية وسياسية خانقة. ففي مقال عنونته مجلة لوبوان الفرنسية بتونس تتبارز مع المغرب، اعتبرت المجلة أنه باستقبال قيس سعيد لزعيم البوليساريو إبراهيم غالي بشكل رسمي في مطار قرطاج يكون قد أشعل أزمة في المغرب العربية إلى أجل غير مسمى، وكسر عقيدة وضعها الرئيس التونسي الأسبق لحبيب بورقيبة واحترمها جميع الرؤساء من بعده فيما يتعلق بموقف تونس الحيادي من قضية الصحراء الغربية. وزارة الخارجية التونسية أكدت في بيان لها أن الاتحاد الإفريقي المشارك في تنظيم تيكاد هو من دعا الجمهورية الصحراوية باعتبارها عضوا فيها، منوها إلى أن تونس ملتزمة بقرارات الاتحاد الإفريقي، كما أنها تحافظ على حيادها التام إزاء النزاع في الصحراء الغربية، وهو موقف ثابت لن يتغير إلى أن تجد الأطراف المعنية حلا يرتضيه الجميع. يبدو أن المغرب لم يقتنع ببيان الخارجية وقام بردود فعل غاضبة تجاه تونس، وآخرها قرار الجامعة الملكية المغربية الانسحاب وعدم المشاركة الأندية المغربية في البطولة العربية والبطولة الإفريقية في تونس، هذا على غرار استدعاء سفيرها في تونس للتشاور والقول أن قرار تونس دعوة إبراهيم غالي يعد عملا خطيرا وغير مسبوق يسيء بشكل عميق إلى مشاعر الشعب المغربي. بعض القراءات ذهبت إلى أن هذا الخطأ سيطال ربما العلاقات التجارية بين البلدين، وللإشارة فإن تونس تصدر ما قيمته 708 مليون دينار، فيما تبلغ حجم الصادرات المغربية لتونس حوالي 370 مليون دينار. أمام هذه الأزمة التونسية المغربية، هل ستنجح النخب والأصوات العقلانية في إذابة جليد الغضب والحفاظ على توازن العلاقة الدبلوماسية بين البلدين؟ أهلا بكم وبكل من التحق بنا الآن في المباشر. تيكاد 8 في تونس والخلاف الدبلوماسي المتطور والمتسارع بين تونس والمغرب، نناقش آخر هذه التطورات والخلاف الدبلوماسي مع ضيفي عبر تقنية سكايب من باريس الدكتور والسفير السابق أحمد الخديدي، ومن الرباط الدكتور عبد العالي حامي الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة الرباط. دعني أبدأ معكم دكتور عبد العالي، ألم يكن الأجدى بالمغرب عدم التسرع ربما والذهاب بالخلاف الدبلوماسي إلى أقصاه دكتور؟ شكرا لكم. أنا لا أعتقد بالذهاب الخلاف إلى أقصاه، ولكن كان هناك وضرورية للتعبير عن
الغضب الذي بدأ الطبقة السياسية المغربية ومثل الشعب المغربي. تعرفون جميعا بأن الآراء المغربية تعتبر قضية في المغرب، والمداد فيه الخطاب الملكي لم يجف بعد، فيه بأنه المنظار المنظارات التي ينظر بها المغرب على العالم ليس فقط مع الدول الكبرى كبيرة، هي الصحراء. هناك خطوط رماد حينما يرى المغارب على أعلى المستويات زعيم الانفصالي طرف واستدعاء السفير، ليست هذه هي ولكن خطوة متناسبة مع القرار الذي وقع قريب تنجلي الصورة وضغط سياسية لكي تحقق. دكتور عبد اعذرني الصوت، هناك تقاطعات كبيرة، حاول اقترب أكثر ما يمكن من الميكرو لأن هناك تقاطعات في صوتكم ولا يصل. نعم دون الخروج من الإطار، حاول أنك أرجع قليلا عن الإطار، لكن حاول أنك تتكلم بدون أداء، أنت خارج الإطار في الصورة، حاول حافظ على لأنه نحاول الآن وإلا قد نضطر للذهاب إلى الهاتف. رجاء أن نعيد المداخلة ليكون الصوت جيدا أستاذ. طيب أنا قلت لكم بأن الرد المغربي كان متناسب مع حجم الضرر الذي لحق به، وحجم الضرر كان كبير، يعني استقبال زعيم الانفصاليين على المستوى طرف دولة شقيقة لم يكن من الممكن في الأيدي، فأقل ما يمكن هو دعاء للتطور، وهو ما قام به مع إصدار يوضح حيثيات هذا الاستدعاء، ويعتقد بأن الطبقة التونسية مدعوة للتدخل في هذا الخطأ، أنه خطأ نحدد للرئيس، وأعتقد بأنه تقاليد الدبلوماسية التونسية لا تسمح لها بالوقوع في هذا الخطأ، وإنما هذا تهور و تصرف نعتقد بأنه انفرادي للدولة. لكن دكتور اسمحني، صحيح حتى داخل النخب التونسية في الحقيقة هذا الاستقبال يعني أسال حبرا كثيرا، ولكن وعود على بيان الخارجية التونسية تقول أنه سبق للجمهورية البوليزاريو وأن شاركت في الدورة السادسة التي كادر منعقدة بنيروبي كينيا سنة 16 2000، والدورة السابعة المنعقدة باليابان يوكوهاما 19 2000، كما شاركت أيضا في اجتماعات إقليمية أخرى على غرار القمة الأفريقية الأوروبية المنعقدة في فيفر 22 ببروكسل، وذلك بمشاركة المملكة المغربية في جميع هذه القمم، بل أكثر من ذلك لنا صورة يمكن نمررها في صورة تجمع ملك المغرب وفي الصف الثاني هذا زعيم الانقلاب الانفصاليين. هناك خلطة في بيان التونسية، لا أتصور بأن حاول تقدم دكتور صوت رجع على متقطع. نعم قلت بأن هناك خلط مقصود في بيان الخارجية، علينا أن نميز بين مؤسسات الاتحاد الإفريقي وبين الاجتماع الأخير بين الدول الإفريقية واليابان. الاجتماع الأخير هو اجتماع خاص باليابان مع الدول الإفريقية التي تعترف بها اليابان الاتحاد الإفريقي. صحيح أن المغرب اختار بطريقة سيادية أن يعود إلى أحد الاتحاد الإفريقي ويعرف بأنه البوليزاريو حاضر في الاتحاد، والملك حضر في قمة التي عاد بمشكلة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي واستقبل بحافل من طرف إفريقيا، ولكن هذا لا يعني أن للبوليزاريو الحق أن يشارك في القمة اليابانية الإفريقية، والدليل على ذلك والمذكرة التي أطرتها الخارجية اليابانية التي توضح بأنها تحمل مسؤولية استدعاء البوليزاريو، علما أن قوانين هذه المؤسسة تلزم الاستدعاءات أن تكون موقعة من طرف الدولة المتضررة ومن طرف اليابان، وهو ما لم يحصل في
القمة الأخيرة أو الاجتماع الأخير، وبذلك لم يكن من المغرب سوى عبر عن غضب هذه الضغط. عذرا دكتور، أعرف أنه هناك وسنأتي على هذه اللخبطة، فقط قد أحيل كلمة دكتور القديدي ونحاول نعالج الصوت أو نمر إلى 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 الهاتف. فقد قلت سبق على بيان خارجية، هل تكذب هذه المعلومة؟ سبق للجمهورية الصحراوية أن شاركت في الدورة السادسة انتكاد. لا، في اليابان غير صحيح. الذي حصل هو أنهم دخلوا بانتحال الصفة عن طريق دبلوماسي، عن طريق وثائق جزائرية، وغضب المغرب واحتج واضطرت السلطات اليابانية إلى التدخل من أجل رفع الجلسة وطرد البوليزاريو من القاعة الذين دخلوا من تحت الجنسية الجزائرية. ولذلك لم يسبق أن حضر البوليزاريو في هذه الاجتماعات. في اليابان، هذا في اليابان. نعم. وفي كينيا وفي بروكسل. على مستوى القمم التي تجمع، يعني على مستوى الاجتماعات الرسمية لا يحضرون، يمكن أن يكونوا في الهوامش أو في كواليس المؤتمر لأنهم محتضنين من طرف الدبلوماسية الجزائرية، ولكن لا يمكن أن يحضروا بشكل رسمي كممثلي للدول، لأن هذا الإطار لا يسمح إلا بحضور الدول التي تعترف بها اليابان. يعني لو نحاوصل في كلمة، نعم دكتور، يعني ما أثار حفيظة الموقف المغربي هو الاستقبال الرسمي وليس الحضور من عدمه، والاستدعاء للحضور الذي توصلوا به من طرف قيس سعيد. نعم. ولم يتوصلوا من طرف اليابان، وأيضا الاستقبال الذي يخصص لرؤساء الدول وحظي به زعيم الانفصاليين الذي لا يتمتع بصفة رئيس دولة وغير معترف به لا من طرف الأمم المتحدة ولا من طرف عدد كبير من الدول، ومعظم الدول الأفريقية لا تعترف به أصلا. نعم، أحيل الكلمة دكتور القديدي الصحفي والمخضرم والسفير السابق دكتور القديدي. قلت منذ قليل إن درجة الحرارة هنا في الاستوديو درجة باردة، ونريد أن نناقش بهدوء عقلانية وننقد الساسة، ولكن نحاول أن نذيب الجليد. ما حصل من استقبال رسمي على السجادة الأحمر لزعيم انفصالي؟ هل لخبطة بروتوكولية أم فيها إن وخواتها؟ أنا أحتار بين أن تكون لخبطة دبلوماسية وبين أن تكون إساءة مبرمجة للمغرب، وهي عملية الحقيقة غير مسبوقة في الدبلوماسية التونسية المعروفة برصانتها وبعدم انحيازها لطرف من الأطراف في كل المحاور، من وقت المنجي سليم، وقت الصادق المقدم في الخارجية إلى وقت هذا. الذي وقع ويحيرني أنا أن عند استقبال قيس سعيد لإبراهيم غالي في طيارة جزائرية نزلت، طيارة جزائرية رسمية للرئاسة الجزائرية نزلت، والمذيعة ساعتها على الهواء مباشرة تقول أن الرئيس قيس سعيد سوف يستقبل الوفد الجزائري. أنا نفسي وغيري قعدنا نستناه في الوفد الجزائري سوف ينزل، فإذا به يمكن هو في باله ولا ما في بالوش، لأن الجمهور اللي يشوف ويتابع مباشرة ما في بالوش، في باله طيارة جزائرية زي ما وفد جزائري، وإذا به يهبط إبراهيم غالي ويستقبل على السجاد الأحمر كرئيس دولة، وهو خطأ. هو صحيح البوليزاريو كان حاضر في بعض الاجتماعات، ولكن كمنظم مدعو مثل منظمة التحرير الفلسطينية وما أدراك ما فلسطين، استدعى كطرف اسمه مدعو ملاحظ، عمره ما كان يعتبر الدولة ويستقبل الشكل وجه الإساءة، والإساءة طبعا غير مقبولة ممكن في البق. حتى شرفاء في الجزائر والعمالات تأو، والله الجزائريين تأو، لأن احنا نسعى إلى بناء المغرب العربي. دكتور القديدي للأسف الشديد، أولا ضيفكم
لا يسمع النقاش، لذلك دكتور عبد العالي سنأخذكم بالهاتف إن شاء الله. فقط حاول دكتور خديدي أنك تحاول تتكلم قريب من الميكرو، لكن خلينا في هذه اللخبطة، ولكن الحقيقة الحق حتى نعود لصفحة رئاسة الجمهورية، لأنه ما استشفيته على الأقل من خلال نقاشي منذ قليل وكنت استمعت إليه مع عبد العالي حامد الدين، أنه أقر بأنه سابقا المغرب شارك في لقاءات حضر فيها بوليزاري، وهذا على الأقل في كينيا وفي بروكسل، ولكن اللي غاضهم المغاربة هو هذا الاستقبال الرسمي والدعوة. إذن عودة على صفحة رئيس الجمهورية، واستقبل رئيس الجمهورية، أعتقد تشوف فيها على الشاشة دكتور، استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم السيد إبراهيم غالي، لم يقل رئيس دولة. يعني نعم هو في العادة يا حسين يحضر كملاحظ هو وجميع المنظمات التي ليست دول. احنا في الاتكاد الاخير هذا لقاء اليابان مع الدول، مع من يمثل هذه الدول على مستوى رئيس او رئيس حكومة، ولكن لا مجال الى ان تحشر ضيف ملاحظ في جميع المجالات والمناسبات الدولية كرئيس دولة. هذا خطأ دبلوماسي كبير لا يغتفر. نعم، هل التحق بنا الدكتور عبد العال بالهاتف أم ليس بعد؟ ننتظر التحاق عبد العال إذن قلت هذا خطأ دبلوماسي، يعني بروتوكولي أساس، خطيئة سياسية. أنت بصدد فعل شيء موحش ضد وحدة المغرب العربي التي يسعى إليها الزعماء من زمن اجتماع طنجة عام 1958 في طنجة، زعماء وكان الرئيس حبيب بورقيبة حاضر، محمد الخامس الله يرحمه، والملك إدريس وغيره. إحنا نبني المغرب العربي ولا ندمر المغرب العربي. نعم، فقط ثانية دكتور خديدي، دكتور عبد العالي تسمعنا بالهاتف؟ دكتور عبد العالي حامد الدين أعتقد أنه لا يسمع بالهاتف، نعيد الاتصال به ونواصل مع الدكتور الخديدي. هي لخبطة دبلوماسية، لكن في الحقيقة حتى نعود على صفحة الرئاسة، وهذا ليس تبريرا لها، ولكن منذ سنة عودتنا الدبلوماسية التونسية، يعني لنقول على الأقل في عهد السعيد، بهذا الارتباك ربما في قطيعة مع الدبلوماسية التونسية التي كانت وتميزت دوما كما قلت أنت مع عهد بورقيبة باحترامها لميثاق الأمم المتحدة، خاصة أن البوليزاريو ليست عضوة في الأمم المتحدة، ليس كذلك؟ نعم، وليس الدولة، هو المهم هو هذا، ليس الدولة. أنا نتذكر يا حسين فما أشياء ما يعرفهاش الجيل، لما الحسن الثاني رأى أن موريتانيا وقت المختار والداد الله يرحمه اللي عاش بعد وتوفى في تونس أراد الانفصال، جهز المغرب للحرب لأن سوف تكون قطيعة من المغرب. فلحبيب بورقيبة وكان ساعتها سفيرنا هناك لحبيب الشطي الله يرحمه كان هو سفيرنا في المغرب، لحبيب بورقيبة خذا طيارة ومشى للحسن الثاني، قال له يا حسن أنا كيبوك، قال له أنت في مقام الوالد في مقام محمد الخامس أنصحني، قال له ما تعمل شيء خليهم ينفصلوا على موريتانيا وأنت سوف تستريح من هذا الحمل الصحراوي في موريتانيا وخليها تصبح دولة مش مشكلة. قال له الحسن الثاني ساعتها قال له وها بعد هي موت جيلي حكاية الساقية الحمراء ووادي الذهب، قال له بورقيبة حرفيا قال له لا هذيك بالفرنسوية قال له سيتاني تام مورني يعني ولد ميتا، لأن ما تنجمش تعمل دولة بسبعين ألف، ليس لا تملك مقومات الدولة لا جغرافيا ولا ديموغرافيا ولا اقتصاديا، هي للحين عايشين عشرات الآلاف في تندوف في الجزائر
هي الجزائر حرة في سلوكها وهي شقيقتنا الأقرب، والمغرب أيضا شقيقنا. تعرف أن في لما استشهد فرحات حساد 5 ديسمبر 52 ماتوا 15 مغربي في مظاهرة كبيرة في الدار البيضاء، يعني اشتركنا دمنا تخلط في التحرير إحنا والجزائريين والليبيين. وزاد قيس سعيد عمل كارثة أخرى مع ليبيا، لكن لا مجال لها الآن، سعنا فيها إن شاء الله هوني، ولا حرب أهلية مش ترجع في ليبيا كما في العراق وكما المصائب هذه الكل في العالم. إحنا كأنه قيس سعيد ما يسمعش أو يسمع وما يسمعش أي نصيحة، ما يتبقش أي نصيحة. فتعرف انفراد شخص واحد بالسلطة وبالقرار هو مصيبة. نعم، وإذا كان الحكم مطلق فإن المصيبة مطلقة. طيب دكتور عبد العال، هل أنتم في الاستماع؟ مرحبا. معذرة، احنا رأوا بودنا أن تبقى على سكايب، لكن أمام عدم وضوح الصوت وتفادي التأويلات نحن في غنى عنها يهمنا. أولا، كنت في الاستماع إلى مداخلة الدكتور القديدي. مع الأسف لم أسمع لها. مع الأسف دكتور خديدي، حوصله بسرعة دكتور خديدي حتى يكون دكتورنا عبد العال في دكتور خديدي. إذا دكتور خديدي، أعطيني صوت دكتور خديدي رجاءً. دكتور خديدي، نعم، هل يسمعني؟ هل يسمعني زميلي المغربي؟ هل أنت في الاستماع دكتور حميد الدين الآن؟ أنا الآن أسمع، نعم أسمع، ولو الصوت بعيد شوي، تفضل. طيب، أنا قلت يا دكتور أن هذه ما هيش مجرد لخبطة، هي خطيئة سياسية في حق بناء المغرب العربي الذي بدأه الزعماء منذ مؤتمر طنجة سنة 1958 إلى اليوم. وبعدين جاءت مشاكل مع العقيد القذافي لأنه انفرد أيضا بالقرار مثل ما نفعل اليوم في تونس مع الأسف. وأنا أعتقد أنها خطيئة سياسية كون نستقبل زعيم حركة مهما كانت كرئيس دولة، فهو حضر في كثير من المنتديات الدولية أو حتى المؤتمرات العالمية الأممية كملاحظ، مثل ما يستدعون منظمة التحرير الفلسطينية. نعم، أن فلسطين وقامتها وعظمتها وعداد قضيتها لم تسمح لها أن تكون دولة أحيانا مع الأسف. فالذي وقع مع الانفصالي واللي قبله محمد عبد العزيز كان قبله في نفس الأمانة العامة للبوليزاريو وكان ضابط في الجيش المغربي. نعم. طيب دكتور عبد العالي حامدين، هذا تقريبا ملخص كلمة دكتور خديدي. إذن خلينا نحوصل ونحاول إجابة الجديد. يعني ثم إجماع على أنه سابقا حضر ملك المغرب وحضر المغرب بحضور هذا الزعيم الانفصالي بتاع البوليزاريو، ولكن ليس كرئيس، كممثل، وإن كنت أنت قلت في مرات تسلل عبر السفر الجزائري. اللي همنا الآن وقد حصل هذا المحظور البروتوكولي، قلت لك وأنت الآن للأسف شاهد فينا، ولكن عندنا في صفحة رئيس الجمهورية تعد الآن استخبر رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الجمعة 26 أوت 22 يوم الجمعة بالمطار الرئاسي السيد إبراهيم غالي بمناسبة مشاركته في الدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية التنمية، يعني دون ذكر صفاته. يعني سؤالي، إذا كان لم يكن بالأجدى مثلا المغرب أن يبدأ مثلا بالتخفيض الدبلوماسي دون أن يذهب في التصعيد هذا، طالما أنه سابقا حصل التقاء واللقاء الاجتماعات بحضور البوليزاريو ولكن وقع ربما هذا خطأ بروتوكولي وغيره؟ لا، أولا الأمر لا يتعلق بخطأ بروتوكولي، الأمر يتعلق باستدعاء انفرادي مقصود من طرف الرئيس قيس سعيد بكيان غير معترف به من طرف الشريك أو اليابان، وهذا أوضحته مذكرة البعثة اليابانية المرسلة للاتحاد الإفريقي، والتي أكدت بأن الدعوات توقع من قبل رئيس الوزراء الياباني، وبالمناسبة هو لم يحضر، والرئيس التونسي
هذه الدعوات هي التي تخول للدول الحضور في القمة، واليابان أكدت بأنها لم توجه الدعوة للكيان الانفصالي، لأن هذه القمة هي خاصة فقط بالدول التي تعترف بها اليابان. إذن أنا في نظري هناك مسؤولية كاملة يتحملها الرئيس قيس سعيد، وهذا ليس خطأ بروتوكولي. ثانيا، علينا أن نميز بين مؤسسات الاتحاد الإفريقي وبين هذا الإطار ديال تيكات 8. ثمانية هو إطار للتعاون مع اليابان، يجمع 50 دولة إفريقية مع اليابان، ليس من بينها البوليزاريو. هذا إطار ديال الشراكة بين اليابان والدول الإفريقية لا علاقة له بالبوليزاريو، كما أنه يشبه طبعا الشراكات الأخرى الموجودة مع الصين، الموجودة مع روسيا، الموجودة مع تركيا، الموجودة مع الولايات المتحدة، ولا علاقة للبوليزاريو بها، لأنها ليست دولة معترف بها من طرف هذه الدول التي تسهر على أو التي تمثل الشريك الأساسي في هذه الإطار. ثالثا، الموقف التونسي ليس نبتة حائطية، هو مندرج في إطار دعني أقول مسلسل من البرودة. بدأ ذلك من التصويت ضد تقرير الأمين أو عفوا الامتناع عن التصويت لفائدة تقرير الأمين العام القاضي باعتبار الحكم الذاتي أرضية صالحة لطي موضوع الصحراء، وهذا كان عمل غير مبرر من طرف الأشقاء في تونس والدبلوماسية التونسية التي اعتادت أن تكون دائما مساندة لتقارير الأمين العام المتحدة ومساندة للمقترح الذي اعتبرته القوى الكبرى مقترح جدي لحل النزاع، وهو مقترح الحكم الذاتي. إذن المغرب يميز جيدا بين قواعد الاتحاد الإفريقي، وهي قواعد يحترمها المغرب احتراما كاملا، وهي لا تنطبق على القواعد المنظمة لتيكات 8، والتي حاولت الجزائر أو عفوا حاولت تونس أن تخلط بين القواعد المنظمة للاتحاد الإفريقي وبين القواعد المنظمة لهذا الإطار ديال الشراكة مع اليابان. الآن أنا في نظري هذه خطيئة كما قال ضيفكم السفير المحترم، وينبغي تصحيحها، وتصحيحها ينبغي أن يكون عن طريق الاعتراف بأن هذا خطأ، وأيضا تصحيح العلاقة مع المغرب الذي كان دائما يتعامل بطريقة ودية مع تونس تتجاوز العلاقات العادية. المغرب كان دائما حاضرا في تونس بالتعاون بالدعم. جلالة الملك قام في سنة 2014 في عيد الهجمات الإرهابية داخل تونس بزيارة رسمية، وأيضا بزيارة مددها لعدة أيام، كان زيارة خاصة وتجول في شوارع تونس. سنأتي على هذه الزيارة. اسمح لي دكتور، اسمح لي قبل وصول الزيارة، يعني أنتم تقرون أنه ربما هذه الزيارة أو الخطأ بروتوكولي أو الخطأ يعني في حق المغرب إنما القطرة التي أفاضت الكأس، وتعترفون أنه ربما هذه عرت سوء تفاهم لأشهر الأخيرة، هذا مهم. يعني نعم كانت هناك قرارات مفاجئة بالنسبة للمغرب، وأهمها هو الامتناع عن التصويت لفائدة مقترح الحكم الذاتي في اجتماع ديال مجلس الأمن الأخير. نعم دكتور القديدي، نعم دكتور القديدي، كما ذكر منذ قليل الدكتور عبد العالي، هنا بالفعل اللي الشيء اللي قوى سوء الظن يعني أو الشكوك في سوء الظن الطرف التونسي هو إصرار وزارة الخارجية التونسية في بيانها عندما قالت إنه اليابان هو الذي قام باستدعاء، وثم نوت فيربال هنا تشوفوه على الشاشة رد اليابان وذكر بالكلمة الإنجليزية that invitation is not sent to the entity mentioned in the said note verbal، معناتها راهو الدعوة لا توجه لكل أعضاء الاتحاد الإفريقي. لهنا الخارجية التونسية من خلال إصرارها ومحاولة المغالطة في البيان اللي أصدرته الأول، ما تشوفش كونه ماخذ الموقف سلفا وماضي الأمام، ولا كونها ليش تورط في نفسها في خطأ كما هذا؟ شوف يا حسين، الحقيقة مدة سنة أو أكثر شوية من وقت 25 جويلية 21
أصبحت البيانات التونسية أما اللي تصدر على رئاسة الجمهورية أو على وزارة الخارجية بالفرنسوية يقولوا أون بورتافو، يعني حشو وخارج الموضوع في اللقاءات التي تتم إما ثنائيا أو جماعيا مع دول أو مع زيارات وفود أمريكية أوروبية صحفية غيرها. تلقى منطق وكلام تقوله تونس ومنطق وكلام يقولوه الجهات الأخرى اللي زارونا واللي تحدثوا معنا. فهذا نفس الشيء، يتواصل اللغتين، استعمال اللغتين، لغة متوجهة للشعب التونسي فيها الكلام الكبير أيها الشعب العظيم وسيادة عظمى وسيادة وما سيادة، وكلام آخر اللي ما اللي يقولوه ضيوفنا اللي يجيونا ويلومونا ويحط يعني نقاط الحروب بكل وضوح، لأن العلاقات بين الدول العرف الدبلوماسي لا تسير ولا تدار بإيحاءات بالكلام الهلامي الفارغ، تدار بحقائق. أصبحت الدول في موقف خاصة من وقت الأزمات الكبيرة في تايوان في أوكرانيا اللي هي حرب العربي كله، أو العراق باش تدخل في حرب أهلية أخرى الله لا يوريها غيار، ليبيا نفس الشيء، بدا الكرتوش والصواريخ والمدافع، هو الوضع حساس. فالدبلوماسية الأمريكية والدبلوماسية الأوروبية أصبحت تستعمل الياباني، هذا الوزير الخارجية الياباني اللي وزارة الخارجية اليابانية والرئاسة الحكومة اليابانية خبزت البدائل اللي عندك. نعم. قريت منه جملة أنت. نعم. لا كذبوا اللي قالوا لا، راهي الدعوة مشات من تونس ومن الاتحاد الأفريقي ومن اليابان. غير صحيح. هذه دولة، هذه منظمة مش دولة، والمنظمة مكانها كملاقط. لو كان جاوا تونس كملاقطين مرحبا بهم، لكن يستقبل هذا الاستقبال هذاك والعلم يتفرق وجهاد احمر ورئيس دوله، ولا فيها قصد سياسي لعدم كل فهم. المقاله الاخيره في الواشنطن بوست والفي الفرنسيه توضح هذا، اصبحنا احنا كاننا دوله مارقه نسلك سلوك خارج الاطراف الدبلوماسيه وخارج اتفاقيه فيينا لسنه 91 وهي الاتفاقيه الاساسيه للدبلوماسيه في العالم. نعم. يلزم نرجع للعقل، نرجع لسلوك براغماتي وعقلي ويحترم هيبة الدولة التونسية اللي قاعدة تتقد دواء ضيوفها إلى سنة ضياع مصالح المواطن التونسي اللي ما الدنيا غالية والدنيا تتعب في ظرف سنة شنو تقريبا ألف ماتت الأستاذة مسكينة هي وليدها. نعم. تونس ولات ما عادش تتعاش ولا تقدرش تهرب منها. سناتي على هذا دكتور خديجه، خلينا في الجانب ليكون حاضر معنا الضيف المغربي، ضيف دكتور عبد العالي، معذره عبد العالي حامد الدين، وذكر دائما انه استاذ العلوم السياسيه بجامعه الرباط. في 1 جوان 14/2 صحيح زار الملك المغربي تونس وقام اعتقد اكثر من اسبوع في تونس، وتفاجأ التونسيون بالملك المغربي يتجول يعني في الاسواق التونسيه، ممكن ناخذ الصور. هذا جانب صحيح حقيقة، ولكن الأمانة طيلة الفترة العشر سنوات وبفعل يعني الصعوبات الاجتماعية والسياسية كثيرون لا أقول يلقون اللوم، ولكن الواضح أن المغرب استغل هذه الظرفية وتم تحويل استثمارات تونسية إلى المغرب. ما هي المسافة دكتور، هنا حب ناس بوضوح المسافة بين أنك التنافسية المقبولة بين الدول وكل دولة دافعة على مصالحها، وبين أنك يعني تصل إلى حد تحرش أو المس من سيادة الدولة؟ لأن في النهاية قالت لك تونس أنا عندي سيادة وأنا أوجه لمن أريد، كما أنتم عملتوا علاقات مع الكيان الصهيوني ومشيتوا حتى في التبخيات، ما تخلناش في الأمور هذا، قلنا أمور خاصة. لا، أولا دعنا نذهب نقطة نقطة. نعم.
فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصاديه، الكثير من مما يشاع داخل وسائل الاعلام في تونس في وسط الراي العام ان المغرب استغل هذه الظرفيه التي تمر منها تونس. اولا هذا كلام غير منطقي، ثم كلام غير صحيح. المغرب ليس هو الذي صنع هذه الظرفيه التي حصلت في تونس، بالعكس المغرب كان مساهما بشكل اخوي وفعال من اجل التخفيف عن تونس من الازمات الاقتصاديه التي مرت بها خاصه بعد الثوره. ولذلك زياره الملك محمد السادس هي كانت زياره تضامن وتعاون، واعطت اشارات قويه من اجل دعم السياحه في موسم تعرضت فيه تونس لضربات ارهابيه عنيفه. واذا لا يمكن للبلد الذي يريد ان ينافس بطريقه غير شريفه ان تنزل اعلى سلطه في البلاد لكي تتمشى في الشارع وتاخذ صور مع المواطنين العاديين. ثانيا، حجم الميزان التجاري في العلاقه بين تونس والمغرب هو لفائده تونس وليس لفائده المغرب. معنى ذلك ان المغرب هو يغض الطرف عن كثير من البضائع التي ياخذها من تونس مساهمه منه في التخفيف. وليس صحيحا ان والرقم الحقيقي هو حوالي ازيد من مليار ونصف من الدولار الامريكي، عفوا 100 مليار كل سنه دولار حجم البضائع التي تدخل الى المغرب، في حين ان حجم البضائع التي تدخل الى تونس هي اقل بكثير، وان كان ضعيفا في كلا الجهتين لا تماشى على الاقل. لكن في جميع الحالات الميزان التجاري هو لفائده تونس، وحجم الاستثمارات المغربيه في هذه المرحله في تونس ازداد، سواء في الجانب البنكي او في جوانب اخرى مرتبطه بقطاعات خدماتيه وغيرها، وهذا مندرج في اطار التعاون وليس في اطار المنافسه. طيب، الدعايه التي سادت لفترات كبيره وطويله وتحاول ان تؤثر في الراي العام التونسي لفائده من؟ لفائده من؟ اذا كانت العلاقات الاقتصاديه المغربيه والتونسيه في جميع الحالات تستفيد منها اما المغرب او تونس، لكن تسميم الراي العام بمثل هذه المغالطات هو لفائدة من؟ أنا أقول إن هناك جهة أخرى هي التي تحاول أن تؤثر داخل وسائل الإعلام، ونجحت للأسف الشديد في أن ترسم صورة غير حقيقية بين الشعبين اللذين يبقى دائما متعاونين. وأريد في هذا الإطار أن أذكر بأنه السفير المغربي في تونس قام بعمل كبير في الجانب الثقافي وفي الجانب السياسي، ولو علاقات متميزة مع الجميع من أجل إبراز عناصر العناصر التي تلتقي فيها المغرب مع تونس تاريخيا. وهناك كتب صدرت في هذا الإطار، وهناك علاقات ديال المثقفين ديال الفنانين ديال العلماء، الدروس الحسنية كان يحضر فيها دائما علماء من تونس وغيرها. إذا تاريخيا المغرب وتونس هم شعب واحد في دولتين. والذي حصل الآن هو أنه هناك خلاف مغربي جزائري أظن بأنه هو الذي أثر في هذه العلاقة، ووصول الرئيس قيس سعيد وشعوره بأن لو ضعف في المشروعية الديمقراطية لا سيما في السنة الأخيرة دفعه ربما إلى اختيارات سوف تذهب به بعيدا، لأنه الآن الرئيس التونسي هو أمام خيارين، إما الاعتراف بالخطأ لا سيما بعد المذكرة التي أصدرتها بعثة اليابان في الموضوع، والتي تقر بانها لم توجه الدعوه للبوليزاريو، معنى ذلك ان الرئيس التونسي هو الذي يتحمل المسؤوليه، او يمكن اعتبار ان هذا الاستقبال على هذا المستوى هو بمثابه اعتراف، وهنا سيكون تحول في الموقف التونسي منذ عهد الرئيس بورقيبه الى اليوم. نعم. وبالتالي سوف تصبح تونس في نظر المغاربه، وهذا ليس رأيي ولكن هذه الصورة، سوف تصبح بمثابة ملحقة أو ولاية جزائرية تونس، مثل علاقة سوريا مع لبنان، وهذا لا نريده لتونس التي هي دولة ذات. نعم لا نريده، ولن يكون الثابت الأكيد لن يكون كذلك، ولكن في النهاية ماذا يعني هذا؟ ماذا يعني ماذا؟ دعني أنقل هذا السؤال للدكتور خديدي. دكتور عبد العال خليني أنقل. نعم. دكتور خديدي، الواحد نعم. يقول لك عندما ينقل قارورة غاز لازم ياخذ احتياطات، هل فعل الحاجة ربما والحالة التي عليها الميزانية التونسية وتسرع وغياب الخبرة السياسية لسعيد قد تكون تعجلت الدولة التونسية ربما
دفعها وضعها ربما الاقتصادي إلى أن تميل قليلاً نحو الموقف الجزائري وتحيد بذلك على الموقف الدبلوماسي التاريخي؟ حسين، أنا حبيت نوضح نقطة كنت تتحدث فيها. نعم. أن المغرب اغتنمت ظروف واستقطب استثمارات، مش صحيح. أو قلت علاش اللي هربوا من تونس ومشاوا استقروا في المغرب؟ هذاك لأن تونس القوانين متاعها جامدة وقوانين معطلة وقوانين أوبسولات قديمة انتهت صلاحيتها. أن المجلة الجزائية في تونس من عام 1913، قانون الصرف من عام 1945، آخرها مجموعة من الجامعات الألمانية طلبت من تونس باش تستقر. المدير بتاع الجامعة مسكين مشى المغرب، قعد 4 شهور ولا 5 شهور ويجري على القوانين، ورقة خضراء ورقة صفراء وصحح في هذه وصحح في هذه. تونس مصابة بتصلب القوانين مثل ما يصاب الجسد بتصلب الشرايين. هذا الداء، والداء تفاقم وما يبتلهاش به قيس سعيد. ما شافوش، لا شافوا ولا شاف الحياة السياسية ولا عنده اطلاع على ما يقع في تونس. نعم. هذا علاش. وحتى التوانسة، في التوانسة يجيبوا كراسي متحركة هنا عندنا في فرنسا، يلموا بعضهم ويعملوا حاجة، تقعد الديوان راقصة يقول له علاش جبتها ومش تدفع أداءات ومش تدفع من على شنو، وخذ هالأوراق الكل عبرهم. يعني بيروقراطية إدارية معطلة في تونس. لا، قاتلة قاتلة. ولذا ما تلومش اللي يمشي للمغرب، فما توانسة مشاو مولوا في أمريكا. نعم. مشاو مولوا مستثماراتهم في أمريكا وفي كندا. ما أقرب يجي لتونس، كي نعرفهم أصدقائي يقول لي ماذا بيا نجي، هاو اللي مشاو فكوا لهم فلوسهم وحكموا عليهم بالحبوسات. كيف عمل سليم الرياحي وغيره، طلع له طلعه منين جبت الفلوس وقت جبت الفلوس كيفاش يا ولدي كيفاش تك، ولا هات له ولد المؤسسه هذاك نسيت اسمه سجمان ولا طيب خليك الجانب الثاني دكتور لنسارع الوقت. الموقف قلت هل مالت الدبلوماسيه التونسيه او حادت عن يعني سمتها الرسمي هو اللي تعتمد على الشرعيه الدوليه، خاصه على الاقل بوليزارو ما هيش عضو في اتحاد في الامم المتحده، وربما شك الخصاصة دفعتها نحو الجزائر أكثر. أي خصاصة؟ خصاصة تونس اقتصادية. نعم. لا هذا ملل، واش يتحدث عن سيادة وأيها الشعب العظيم؟ ما هو يقول يا جماعة راهو مش نمدوا يدينا ومش نتنازلوا على ثوابت وقيم الدبلوماسية التونسية التي كانت منارة. تعرف لا فارقة لكل ما كانوا يصوتوا في الأمم المتحدة في الجمعية العامة، أنا حضنت بها في التسعينات، إلا ما يشوفوا موقف تونس والماشي، لأن يعرفوها موقف تونس موقف الحكمة والرصانة والعقل والنظر إلى مصالح تونس ومصالح البحر الأبيض المتوسط ومصالح المغرب العربي وأفريقيا. نعم دكتور، التقاليد هذه قاعدين نضيعوا فيها يا حسين، نفرطوا فيها للأسف. دكتور عبد العالي، الشاعر المصري هذا يعني اسمه هشام الجخ يقول تجمعنا يد الله وتفرقنا يد الفيفا. المغرب وتونس اجتمعا اعتقد في المناورات الافريكوم الاخيره. نعم. تحت يافطة الامريكان ومعها الكيان الصهيوني، واليوم يدعيان الاثنان البطوله والسياده. انتم في خليني نكمل لك، انتم في المغرب عندكم مسار تطبيعي كبير واتفاقيات، نفس الشيء تونس للاسف الشديد، ورغم التكذيب الرسمي وبالرغم انه سعيد صعد لقرطاج بالجمله السحريه تطبيع خيانه عظمى، مواقع دوليه حكيت على انه صادرات توانسه في 21 تجاه كيان الصهيوني كثرت في 21 خذت البيك نتاعها. هذا السؤال يهمنا الان، حتى لا تدعي كل دوله البطوله وهي تجاه كيان الصهيوني يعني مورطه في جانب هذا. انت كمثقف وبرلماني سابق الدكتور. نعم، اولا فيما يتعلق بقوات الافريكوم، بالفعل تونس شاركت الى جانب المغرب تحت اشراف الولايات المتحده الامريكيه، وهذا معطى اضافي عن تناقض الدبلوماسيه والسياسه التونسيه. يعني في الوقت الذي تشارك الى جانب المغرب في الصحراء المغربيه بحضور الكيان الصهيوني، راه الاهم هذا بحضور الكيان الصهيوني. انا ساتي للموضوع ديال
تطبيع. لا موضوع لا اعتقد بان اسرائيل يجزء من الافريكوم، هناك دول اوروبيه. لا موجوده دكتور، موجوده موجوده. طيب طيب موضوع انا لا انا شخصيا لست من الذين يدافعون عن بناء علاقات مع دوله الاحتلال الصهيوني، ولدي موقف واضح في هذه النقطه، وليس مطالبا بان ادافع عن سياسه الدوله في هذا الموضوع. لكن دعني اقول بانه علينا ان نتساءل لماذا وصلت درجة التوتر بين المغرب والجزائر لكي تدفع المغرب إلى خطوات أخرى في اتجاه تونس والمغرب. تونس والمغرب والمغرب والجزائر، عفوا أتحدث عن الجزائر. نعم، لأنه درجة التوتر التي وصلت بين المغرب والجزائر في موضوع الصحراء المغربية دفعت للمغرب أن يبحث عن حلفاء. وأنا لا أبرر ولا أريد أن أدافع عن التطبيع، أنا أعتقد بأن هذا اختيار خاطئ، ولكن في نفس الوقت أساس المغاربة يتساءلون إلى متى سوف نبقى في هذا الوضع. الصحراء صحيح المغرب في صحرائه، ولكن هناك تحرش دائم من طرف الجزائر التي تتسلح بشكل غير معقول على الحدود المغربية، ووصلت مقتنياتها من الأسلحة ملايير الدولارات، في الوقت الذي هناك شعب يئن بالفقر والمجاعة والمشاكل الصحية إلى غير ذلك. الولايات المتحدة الأمريكية اعترفت بالصحراء المغربية، واعتقد بأنه كان المقابل هو بداية علاقات مع إسرائيل. لكن في نفس الوقت أنا أظن بأنه المملكة المغربية والطبقة السياسية المغربية هي ملتزمة بدعم قضية فلسطينية، وهذا ليس من باب الخطابات السياسية، ولكن من باب المسؤولية الأخلاقية والدينية والتاريخية. ولا ننسى بأن الملك محمد السادس هو رئيس لجنة القدس، وإلى اليوم هناك التزامات تجاه المغرب تجاه القضية الفلسطينية. لكن في نفس الوقت هذا الجار الذي لم نختاره في الواقع، لأنه لا نختار جيراننا، الموجود على شرق المغرب أتعب المغاربة كثيرا، وهناك الكثير. وبالنسبة لا نريد الخوض ربما أكثر. نعم. دكتور في ذا الغياب ممثل على الأقل بالنسبة لتونس. نعم. بالنسبة لتونس الذي هو ثابت الآن، وأنه حجم المبادلات التجارية ارتفع كثيرا في عهد قيس سعيد مع إسرائيل، وهذا تناقض من طرف رئيس دولة بنى حملته الانتخابية على أن التطبيع خيانة، واليوم يقوم بعلاقات تجارية في السر. نعم. وبدون مبررات. وأنا أعتقد بأنه مثل هذه القضايا ينبغي أن نوفر الإطار المناسب، والإطار المناسب لكي نبني تكامل اقتصادي يسد الطريق أمام كافة القوى التي تلعب في المنطقة، سواء كانت إسرائيل أو إيران أو غيرها، هو بناء مؤسسات المغرب العربي الكبير. واليوم أو البارحة صدر بيان للسيد طيب بكوش الأمين العام لاتحاد المغرب العربي يتأسف فيه على ما حصل، لأنه كان بصدد ترتيب مبادرة تطلقها تونس باعتبار موقعها الحيادي الإيجابي من أجل لملمة أطراف المنطقة حول الموضوع الليبي وحول موضوع الخلاف المغربي الجزائري. لكن جاءت تونس وعمقت الخلاف المغاربي، وهو أصدر بيان يشير فيه إلى هذا التحول الذي حصل في مسيرة الاتحاد المغاربي. إذا كانت هناك سياسية يا حسين سأعطيك دكتور خديجة سأعطيك المجال في هذه المشاكل. نعم. نعم. طيب البكوش طلب إقالته، قرأت رسالته كاملة. نعم. تأثر تأثرا جديدا لما حصل دكتور خديجة خلينا. نعم. نعم. إذا طلب إقالته إقالته من المنصب. طيب دكتور عبد العالم، واضح انه على الاقل موقفكم الشخصي انكم ضد التطبيع، وفي الحقيقه جمعيات مقاومه التطبيع في المغرب منذ الالفيه يعني حتى سابقه لمنظمات في تونس، ولكن تعرف انه الجزائر بقي 130 سنه تحت احتلال الفرنسي. لو كنا نتبع الامر الواقع ربما عندما انت لا تبرر ولكن تقول ربما قد ما دفع السلطات المغربيه الى اقامه عقد مع كيان الصهيوني تطبيع ربما ان توجد حل، والامر واقع لا يجب ان يكون مبررا لسلطه غاشمه. اللي يهمنا الان حتى نختم دكتور قديدي، كيف السبيل. نعم. لاعاده انتم كمثقفين كدكاتره كدبلوماسيين لازاله و
يعني رتق هذا الفتق الدبلوماسي الذي ستتضرر منه تونس وتضرر منه المغرب وتضرر منه كل الشعب المغاربي والشعب العربي. هذا اللي يهمنا الآن حتى نكون بنائين ونحاول نخرج بحضور دكتور عبد العالي حامد الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة الرباط يعني مخرج يليق بالتوانسة والمغاربة بعيداً عن التجاذب والتراشق الإعلامي نحن في غنى عنه. أنا بصراحة لست متفائلاً لإيجاد مخرج لها الغلطة الكبيرة، هي كارثة في الواقع. وأنا حسين تسمح لي في دقيقة أضيء هذا الموضوع بلمحة من التاريخ. نعم. تعرف عبد العزيز بوتفليقة كان هنا مستشار الشيخ زايد في الدوحة، نقص كان في الإمارات مستشار الشيخ زايد في التسعينات، وكان يجي مع أصدقائه اللي كانوا سفراء قطر في الجزائر، منهم السفير محمد آل خليفة ومازال موجود، والسفير العماني علي بن مسعود المعشني لسه موجود، وكنا نفطر ونتعشاو جميع أنا وعبد العزيز بوتفليقة والإخوة هذوما. نهار قلت له يا عبد العزيز، وهو يقول لي يا أحمد والله الحقيقة وقتها، قلت له لو كان نهار ترجع للسلطة، قال لي أعوذ بالله أعوذ بالله، قلت له لا، أنا نأمن بكلمة دوغول يقول الرجل السياسي لا يموت إلا موتا طبيعيا ويدفن لعل ترجع للحكم. إيه قال لي شنو المطلوب مني؟ قلت له المطلوب مني تحل لنا قضية البوليزاري وخلي المغرب العربي يصبح قوة كبيرة فيها 150 مليون وقوة طاقة كبيرة استراتيجية. قال أنا نوعدك باش نعمل هذا لو كان نشد جزء من السلطة. نعم. لأن قضية البوليزاري وهوش قال لي حرفيا بشهادة الناس اللي مازالوا حيين، قال لي قضية البوليزاري وقضية هواري بومدين مش قضية الشعب الجزائري، وإلغاءها وحلها مرهون في قرار سيادي قوي. لكن بعد ما تمكن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من الرئاسة ما كلمتوش أنا بعد، حتى أعطاني رقمه بتاع التليفون بتاع أمه لأنه هو غير متزوج ما عندوش عائلة. نعم. ما كلمتوش لأن اللي الاستابليشمنت اللي غاد النومنكلاتورة اللي موجودة في الجزائر أكبر منه وأقوى منه. هو عندما يتحدث على بومدين هو كان وزير خارجية بومدين طبعا سنوات عديدة 20 سنة، هما عرفوه السفراء هذوما العرب الخليجيين في الجزائر لأنه كان وزير خارجية، ويجيب أحيانا هنا كل أسبوع يجي عدي الويكاند في الدوحة. نعم. لما كنت في الدوحة أنا كان يجي عدي بحذانا الويكاند. إيه؟ ويقول جيب محمد القديدي خلنا نتحدث على التاريخ. أي دكتور القديدي، حتى نوضح الآن ونحاول نجد يعني كما قلت لك نعود، هو مصادرنا الخاصة والمطلعة أفادتنا بأنه قرار استقبال اتخذه سعيد لزعيم الانفصاليين اتخذ قبل 48 ساعة فقط، وحتى الجزائريين أنفسهم ربما تفاجئوا بالأمر. لحبيب الضيف هذا كان ملحق قيادة العسكرية، كان ملحق عسكري بين 2011 و2013 بالمغرب. بمعنى ماذا؟ ربما اللي يقولك أنه من خلط الأوراق ما هيش المؤسسة الصلبة التونسية لا العسكرية ولا الأمنية. هل شكون الطرف هذا السياسي اللي ورط سعيد في كذا؟ أنا ما نظنش إذا حد يورطه، أنا نظن سعيد يرقد في الليل ويقوم الصباح ياخو قرار في الاقتصاد في المجتمع في السياسة في الهجرة ويعلن عليه كمرسوم ويخرج في الرايد الرسمي، يعني تطبع في الرايد الرسمي وتقرأها الناس وما في بالهم شيء، وهو حط المراسيم هذه فوق الدستور حتى ولو هو دستوره هو. يا رجل تونس في تاريخ مسدود يستحيل تخرج من هالمشكلة. أنا متفائل ومذبية لجنة من الحكماء والعقلاء بقطع النظر. أنا مانيش معاديه كيف تعيد ولا غيره، ما نعرفوش، لا عمري شفته أنا في أي موقف سياسي. أنا طول عمري في السياسة، عندي 50 سنة ولا أكثر في السياسة، لما ما قابلتوش ما نعرفوش ولا حد يعرف تجاه هو ولا ياخذ في القرارات هذه. نظن من تلقى نفسه ما نفهم ما نتبع حتى جهة بما فيها الجزائر، خاطر الجزائر فيها عقلاء وفيها سياسة تخلي الباب محلول بينها وبين المغرب، بينها وبين موريتانيا، بينها وبين ليبيا. نعم. احنا قطعنا الجسور حتى مع ليبيا، عملنا مشكلة كبيرة مع الدبيبة اللي هو الحكومة الوطنية المعترف بها من طرف الأمم المتحدة،
نعم. إذن دكتور عبد العال، حتى نمد الأيادي والجسور ونساهم ما استطعنا، نعرف أن مخدوراتنا كقناة مطاردة، أصلا إحنا في تونس مطاردين، ولكن كإعلام مهني موضوع نحاولوا أنه نوصل الصوت الحقيقي نتاع المشاهد المغربي والمشاهد التونسي، المواطن التونسي والمواطن المغربي، أنه راهو علاقات التوانسة والمغرب أكبر من أخطاء السياسيين من هنا ومن هناك. بالفضل بن عاشور كان يدرس في فترة ما في المغرب وغيره، والنخب المغربية، كيف أن لكم أن تساهموا في إذابة الجليد هذا الدبلوماسي بين تونس والمغرب دكتور؟ أولا أنا أؤكد بأنه هذا خلاف يعني على مستوى الدولة، يعني مع رئيس الدولة شخصيا وهو قيس سعيد، وليس خلاف بين الشعبين، الشعبين المغربي والتونسي، والعلاقات الثقافية والفنية والرياضية لا ينبغي أن تتأثر بذلك على الأقل الآن. ونعتقد بأنه على مستوى الدولة المغربية وعلى مؤتمر قمة الدولة المغربية وعلى رأسها جلالة الملك، هناك حكمة كبيرة في تدبير مثل هذه الخلافات. حتى في عز التوتر مع الجزائر، الخطابات الملكية كانت دائما متزنة وتدعو إلى الحوار مع الجزائر، وتدعو الأشقاء الجزائريين إلى الحوار، وتأخذ مسافة حتى عن بعض الخطابات التي تكون منزلقة أو ربما تنزاح نحو بعض التوترات الإعلامية من هنا وهناك، ولا سيما مع هذا التواصل الاجتماعي والفوضى الموجودة والتي لا تعكس سياسة الدول. وإذا كان تصور بأن هناك حكمة مغربية موجودة ينبغي استثمارها من أجل التكامل الاقتصادي، حل النزاعات في إطار مؤسسات هي موجودة ينبغي بعث الروح فيها، وعلى رأسها مؤسسة الاتحاد المغاربي. وأيضا العلاقات الثنائية بين المغرب وتونس كانت دائما علاقات قوية وودية، ولكن الآن هي تمر بمرحلة نتمنى أن تكون فقط يعني زكام عابر، وأن تكون مرحلة عابرة وسحابة صيف، وأن تأخذ الطبقة السياسية بزمام الأمور. لأن تصور حتى داخل تونس ونحن نتابع من بعيد، هناك مشاكل حقيقية من ناحية السياسية، ليس هناك برلمان، هناك انفراد بالسلطة، هناك تهميش للمؤسسات، هناك ضرب للسلطة. أليس من الحكمة يا دكتور، دكتور أليس من الحكمة عندما تحدث عن الحكمة أنه خبر يعني وقف مشاركة الرياضيين المغاربة في تونس، هذا ليس من الحكمة في شيء؟ بالعكس نخلي الأمور سهلة. لذلك أنا قلت لك بأنه ينبغي أن لا تتأثر هذه الأزمة السياسية، يعني أن لا تؤثر في التعاون الرياضي والثقافي لغيره، علما أنه الشأن الرياضي هو شأن جمعيات مستقلة ولا علاقة لها بمؤسسات الدولة. الجامعة ديال كرة اليد ولا كرة الطائرة ولا كذا هي مؤسسات مستقلة، ولكن المزاج العام يتأثر، لأن قضية الصحراء بالنسبة للمغاربة هي قضية شعب وليس قضية نظام سياسي. وكل من زار المغرب ويعرف المغاربة يعرف جيدا حجم ومكانة القضية ديال الصحراء المغربية في قلوب المغاربة، وبالتالي ليس هناك استعداد للتسامح في بعض في كثير من الأحيان مع حينما يتعرض المغرب لضربات من طرف من يتصور أنهم داعمين له في الظروف العادية. ولذلك استقبال زعيم الانفصاليين خلف جراحا كبيرة على مستوى الشعور القومي والوطني المغربي، وهذا ما ينبغي أن ينتبه له الآخرون. نعم قضية دكتور، المغرب هي قضية ليست قضية نظام سياسي، هي قضية الشعب والدولة أيضا. دكتور خديدي في دقيقتين حتى نختم، رجاء أنت كسفير و نعم. المطلوب الآن عمليا، المطلوب أن نعود إلى الروح التي سادت مرحلة الأربعينات وتأسيس مكتب المغرب العربي في القاهرة. كان بورقيبة وعبد الكريم الخطابي المغربي وعلى الفاسي زعيم حزب الاستقلال اللي تربطنا به تحزب دستوري حزب بورقيبي علاقات كبيرة وطويلة في معركة التحرير وفي بناء الدولة، وصالح الحاج اللي كان جزائري و كثير من الأخوة الجزائريين أيضا، يعني الجزائر والمغرب وليبيا وبريطانيا ما كانتش موجودة في ذلك الوقت،
كانوا عندهم روح بناء حركة تحريرية مغاربية متكاملة. هذه الروح فقدناها، وأظن أن العملية الأخيرة أعطتها رصاصة الرحمة، وأتمنى أن نتجاوزها، يتجاوزها الشعب التونسي مش الدولة التونسية، والشعب المغربي والشعب الجزائري والشعب الليبي أيضا، نتجاوز هذه الهفوات وهذه الهفوات إلى أن تكون لدينا الروح التي أسست المغرب العربي في القطر وسألت في التحرير. شكرا دكتور أحمد الخديدي، السفير السابق والصحفي والكاتب، وشكرا دكتور عبد العالي حامدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة الرباط، كنت معنا من الرباط، وشكرا لكم على المشاركة، شكرا للفريق الفني والتقني الذي أمن هذا اللقاء. هذا على الأقل نحاول ما استطعنا نعيد كما قلت نذيب الجليد بين الأشقاء التوانسة والمغاربة، ننقض ولكن بروح هادئة. وحتى نختم، يحكى أن مهندسا زراعيا كان يعمل في إحدى القرى المصرية ركب القطار في طريقه إلى القاهرة، وجلس بجانبه فلاح مسن من أهالي القرية. لاحظ المهندس أن بين قدمي الفلاح كيسا، وخلال الطريق كان الفلاح يقلب الكيس ويخلط محتوياته كل ربع ساعة ثم يعيد تثبيته بين قدميه، واستمر على هذا الحال طيلة الطريق. استغرب المهندس الزراعي تصرف الفلاح فسأله: لماذا تقلب هذا الكيس وتهزه؟ قال الفلاح: هذا الكيس فيه جرذان وفئران، ولو تركت الكيس من دون تقليب وهز لأكثر من ربع ساعة ستشعر الجرذان والفئران بالراحة والاستقرار، وسوف تتوقف عن التوتر الغريزي، ولن يطول الوقت حتى يبدأ كل واحد منها بقضم الكيس ومن ثم ثقبه، لذلك أهزه كل ربع ساعة كي أثير خوفها وتوترها فتنشغل بالعراك مع بعضها منساقة بغرائزها وتنسى الكيس. ألقاكم في المساءات الجميلة.